جلد الجلاجل جلاجيله فرع الشقاوي. المعلم مش هنا لسه ما جاء. اصل انا جوع راسي قلت اجي اتعشى معاكم مره تانية. يكون المعلم هنا؟ الله جرايس عدايه، انت داخله فيها شمال كده ليه؟ معلش لولا البخت كان زمانك مرات انا. لكن ما حصلش، ابوك اللي مرضيش، انا طلبتك منه لكن قال لي انه مش هجوزك لجزار، لكن بعد كده رجع في كلامه وهو جوزك للمعلم جزار ابن جزار وامه جزاره كمان. انا اللي مرضتش اتجوزك. ليه يا سعديه؟ عشان رجلي؟ ليه؟ لا ابدا يا جلجل، مش عشان كده. امال عشان ايه؟ بصراحة يا جلجل انت مفيش بنت في الحتة ترضى تتجوزك. ليه؟ عشان بتحب نعيمة بنت ام نعيمة، الناس كلها عارفة كده، كل الحتة بتقول انك مجنون. نعيمة؟ نعيمة؟ نعيمة فين وانا فين يا سعدية؟ نعيمة دخلت مدارس وتعلمت بقت ست هانم ومحامية قد الدنيا. ما تقول لنفسك يا جلجل، ما تفوق لروحك يار، نعيمة بقت حاجة تانية. مش هي نايمة صاحبتنا اللي كانت بتلعب معانا واحنا عيال صغيرين؟ مساء الخير يا وزي. يسعد مساك يا معلم. انت بتعمل ايه هنا؟ لا ده انا مسكت فيه اتعشى معانا يا معلم. وتمسكي فيه ليه؟ ما تجيش تمسكي فيه ولا بحد غيره، فاهمة؟ خلاص ما تزعلش نفسك يا معلم، ما تزعلش نفسك، انزل اتعشى بره. يكون احسن. ما تبقاش تيجي هنا البيت بدون علمي. حرام عليك يا معلم. حرمت عليه عيشته، وانت ازاي ليه تدخلي راجل البيت بدون علمي؟ هو ده راجل.